احنا الحين وياكم ب جلوبال انتربرينورشيب سمت، ويانا الاخت شريفه من عمان. تعرفينا على نفسك؟ شريفه مسلم البرعمي. عندي طبعا انا اسست شركه الجزيره الحلول البرمجيه والتدريب، وايضا شبكه رواد الاعمال العمانيين بالسلطنه. طبعا من اكثر المحفزين والداعمين لرواد الاعمال عندك. اوكي، فاحنا عارفين ان انت الحين نفس قاعد تقودين يعني الخطوه ان تشجعين الانتربرينورشيب والرياديين في عمان. فشنو قاعد يصير بعمان؟ تعطينا فكره الحين شنو صار وانت ايش قاعد تسوين؟ في عمان طبعا الى الان عندنا التوجه العام، الثقافه العامه للشباب انه انا اريد وظيفه، يعني الكل الى الان او اعتقد في الخليج العربي يعني انه يريد امان الوظيفه. فاحنا ابتدينا نشوف يعني نسال ليش عندنا هذه الظاهره، ايش ظاهره ان الشباب يتوجه اكثر للوظيفه وما عنده حب المخاطره ابدا. فمن الاشياء يعني انا on a different level، يعني على يعني درجات مختلفة، دخلت معهم عضوة في لجنة المؤسسات الصغيرة المتوسطة في غرفة تجارة وصناعة عمان، لأنه يعني مهم أنه أيضاً we engage يعني the government، أنه يكون في حوار معهم على أساس نعرف وين يوصل الموضوع. يلا good luck. لا 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 they're very cooperative. يعني عمان عندكم صح يعني الحكومة. فيعني on that level وعلى يعني ايضا يعني مستويات مختلفة، يعني اكتشفنا انه يمكن لانه اساسا مثلا رواد الاعمال ما عندهم يعني ما عندنا تأمين مثلا على سبيل المثال، يعني رائد الاعمال لما يدخل بامواله وكذا ما في تأمين، ما في شيء يأمن عليه اذا مرض، اذا يعني وفى، اذا صار شيء ما في اي نوع من الكفر. فوي ار ناو dialoguing، نتكلم معهم انه هل في امكانية انه يكون مثلا في قانون ايضا يغطي مثلا رواد الاعمال، يعني على اساس انه يتشجع الشباب على انهم يدخلون مجال الرياده. طبعا هذه شغله التمويل ايضا شغله اخرى. يمكن الشباب كثير من البنوك التجاريه او الجهات المموله ما ممكن انها تخاطر مع رائد اعمال، فاحنا بدل ما يعني اظن سابقا كنا فقط نركز على المشكله، الان احنا نركز على الحلول. يعني اوكي انا عندي مشكله، طيب هذه مشكله موجوده ما راح اخوض فيها كثير، اريد اعرف ايش الحل. فيعني مثلا من الحلول الاخرى انه يكون مثلا في انجل انفسترز ولا سم كايند اوف يعني جرانتس، نعطي بدل ما نعطي قروض نعطي منح ربما. فاجين اتس ديفلوبينج. فانت الحين عندك نفس موفمنت، عندكم اتوقع اسم اوريدي، فتعطينا فكره بس عن الموفمنت اللي صارت الحين. الموفمنت شبكه رواد الاعمال العمانيين، احنا ابتدينا والله احنا في النهايه اذا نريد نشجع رياده الاعمال مهم انه نشجع الرواد على انهم هم ايضا يكونوا رياديين. فابتدينا احنا في شهر 2 اسسنا شبكه رواد الاعمال العمانيين، اللي هي فقط شبكه رواد الاعمال لرواد الاعمال، بما معناه وي يوز السوشيال ميديا على التويتر فيسبوك، نحط وي اناونس انه احنا نريد نسوي تجمع رواد الاعمال، والبقيه هم ذي ريسبوند، ونحط استبيان انهم يختارون المكان، يختارون الوقت، يختارون الموضوع اللي حابين يتناقشون فيه، ويومين قبل الايفنت وي كلوز نسكر الاستبيان، نشوف ايش اكثر الاغلبيه اختاروا ايش ونروح. فالان ما شاء الله يعني مستمرين. الحين الكونسبت ذا نيو وان از وي ونت تو كونتينيو. الحين طبعا شبكه رواد الاعمال ما زالت تلتقي تقريبا شهريا، وما زال في يعني في حضور جميل. الان احنا نريدها ايضا تكون ككووركينج سبيس، يعني يوم واحد مثلا عندنا في مؤسستنا في شركتنا الخاصه نفتح يوم مفتوح لكل رواد الاعمال اللي حاب يكون عنده استشاره، اللي حاب فقط انه يجلس مع رواد اعمال آخر. هذا بمسقط الحين وين؟ هذا في مسقط. انا اتمنى انه حتى لو ابتدينا في مسقط لا يعني بانه حد في صلاله، حد في صور، في الظاهرة، في البريمي، في صحار، في مسندم، أين ما كانوا خذوا الفكرة. وأنا دائما أقول أنا ما أخاف أنه أحد يستنسخ، بالعكس خذوا فكرتنا وسووها وين ما كنتوا، لأنه إحنا في زمن لا يسمح لنا بأن ننتظر. إحنا زمن الحين العولمة والإنفورميشن هاي المفتوح، إذا ما نستخدم الأفكار أول ما تجي راح تموت. فالآن هذه الفكرة أنا أدعوهم كلهم خذوها سووها في مناطقكم، خلونا نشتغل بسرعة أكبر. أنا ودي الحين نسوي مقارنة، يعني أنا يوم رد أمس بالكويت قاعد أسوي ستارت أب كويت، وبدينا شهر 9 يعني. فأنت يعني كم الحضور الناس شفتيهم يو، كم عندك اللي مصدق يعني قاعد يشتغلون فول تايم بس على الستارت أبس مالتهم وأفكارهم كذي، شلون الوضع؟ ما في مستثمرين
شنو الوضع العام بعمان الحين؟ شنو صاير؟ يعني احنا عندنا عدد كبير من الشباب اللي هم حابين يفتحون مشاريعهم على سبيل المثال، بس في تخوف كبير. في كثير من الشباب ابتدوا فتحوا مشاريعهم، بس الان مثلا يواجهون مشاكل، تحديات حقيقيه على ارض الواقع، ربما بسبب بعض القوانين اللي هي مثلا ما تساعدهم على انهم فعلا يبتدون من دون ما يكون عليهم كوست، ما يكون عليهم يعني كم واحد يول ايفنت؟ خلينا نقول اول ايفنت سويناه 45 شخص تقريبا من هذاك الوقت الى الان. طبعا في الصيف قل شويه العدد. الايفنت الاخير اللي سويناه الشهر الماضي او قبل ثلاثة اسابيع تقريبا 25 الى 30، فما زال في. فعشان كذا الحين احنا وي ونت تو انتروديوس سمثينج ايلس تو كول ذم باك اجين، اوكي، اند تيتش ذم هاو تو دو ات. يعني دائما المثل يقول يعني يو هاف تو ليد باي اكزامبل. اذا تريد تعلم احد شيء يو هاف تو do it yourself so that the others can learn from you. لازم انت تسوي على اساس الاخرين يتعلمون منك. فالحين we will introduce اللي هو الكووركينج كونسبت. نفس الشيء الانتربرينورز نتورك، نجتمع المساء ولكن طول اليوم المكتب مفتوح لاي حد يريد استشاره، حد يريد يطبع رساله مثلا مو عارف كيف يكتبها، اشياء بسيطه جدا اللي تواجه رواد الاعمال. يعني يريد يعني في مهارات جدا اساسيه احنا مستعدين نقدمها اوبن مجانا لهم whenever they want. الله يوفقكم ان شاء الله. الحين انت قلت في تشالنجز، في صعوبات تواجه اللي هم نفسهم الرواد اللي يبون يسوون الشركات هذه. شنو المشاكل؟ يعني احنا حتى بالكويت يقولوا لنا اوكي في مشاكل من الحكومه ما شنو، بس يعني صراحه اللي يبي يصير انتربرنور يقدر يعني يصير. بس شنو اللي صدق تشوفينه يعني اكبر مشكله عندكم انتم بعمان اللي قاعد تواجهكم انه يصير عندكم هذه الطفره؟ هي انا ما احب كلمه مشاكل، هي تحدي، هي كلها تحديات. أنا بقول لك هي تحديات، أنا ما بقول عمان، أنا بقول إحنا في الخليج العربي كله، ويمكن الوطن العربي أجمع، ويمكن also if we talk globally العالم كله يواجه تحديات في مجال ريادة الأعمال. بالنسبة لنا إحنا في الخليج العربي بتكلم بالذات، إحنا إلى الآن ما عندنا صورة واضحة عن واقع المناخ. We talk about an ecosystem، نتحدث عن مناخ ريادة أعمال ولكن ما عندنا أعداد، أرقام، بيانات. فإحنا مثل اللي يسوق في الظلام، إحنا we don't know. فuntil we have that we cannot say، ما نقدر نقول والله إحنا هذا التحدي أكيد هو الأهم مشكلة. I think it is now time، يمكن من هذا المنبر، من هذا المكان الـ Global Entrepreneurship Summit، إنه يكون في اتحاد ما بين إنه يعني الكويت وعمان كلنا ننضم مع بعض ونتعلم من بعض، يعني هذا أهم شيء. صح كلامك، لأنه في النهاية إحنا يعني عاداتنا واحدة، لغتنا واحدة، طباعنا واحدة، يعني بصراحة إحنا وطن واحد، يعني شئنا أم أبينا يعني. ففي الأخير إذا ما نساعد بعض، وخاصة إحنا الشباب، يعني if the governments are busy doing something else، لأنه هاي هي مؤسسات خدمية، ممكن إحنا هذه فكرة entrepreneur، يعني ممكن رائد أعمال يقول أنا راح أبتدي أدرس المناخ، أنت متخرج عندك شهادة جامعية، عندك دكتوراه whatever، do a business، خبرنا إيش اللي صاير في المناخ. يعطيك الف عافيه ومشكوره. بس احب الحين اذا احد يبي يتواصل وياك من عمان شو يسوي؟ عمان انا طبعا شركتنا كشركه الجزيره الحلول البرمجيه والتدريب، بس انا على تويتر، اللي موجودين على تويتر @عمان_entrepreneur بدون الالف. ايضا الايميل sharifa.albarami@aljazeeraglobal.com. جود لك ويا السبيلنج. انا على الفيسبوك ايضا شريفه البرعمي على الفيسبوك، بس بغيت اتكلم انا عن ستارت اب عمان. ستارت اب الكويت قصدك؟ والله ان شاء الله. انا بس الحين قالوا لي ما عندي الا دقيقه واحده اخلص الوقت. مشكوره ويعطيك الف عافيه. يلا شكرا، مع السلامه.